موسى بن عمران عليه السلام يقول الحديث القدسي، خاطبه الله قال له: يا ابن عمران، هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن لي عبادا أحبهم ويحبوني، إن لي عبادا أحبهم ويحبوني، وأناجيهم ويناجوني، فإذا جن الليل افترشوا لي أكفهم وجباههم وناجوني بكلامي بين متأوه وباكي ومتضرع وشاكي، أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث. قال: ما هي؟ قال: أقبل عليهم بوجهي. أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ نعم،